متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة. النهاردة هكلمكم في موضوع في صميم تخصصي، التركيبات المتحركة الكاملة والجزئية. ناس كتير سألتني خلال الأسبوع اللي فات خاصة السؤال دوت: يا دكتور، لو عندي أسناني أو عندي عظم الفك العلوي بارز لقدام، زي ما بنقول بالمصري كده بالبلدي مجازا بنقول ضب، أو الأسنان أو الفك طالع يعني كهو، هل المشكلة دي هتتعالج في الطقم وهتقل، ولا المشكلة دي هتزيد ولا هتفضل زي ما هي؟ وبرضو كانوا ناس بيسألوني لو الفك السفلي هو اللي متقدم يعني كده، هل المشكلة دي عندنا هتتحل في الطقم والمظهر هيبقى أحسن من ما كنا متعودين عليه ولا لأ؟ تعالوا نجاوب. أول حاجة لازم نفرق ما بين هل الضب دوت أو كلاس 2 الاسم العلمي ليه، أو كلاس 2 اللي هو كده، كلاس 3 اللي هو كده. هل كلاس 2 وكلاس 3 دول عظمي، يعني من العظم الفك هو اللي طالع وبارز، ولا من الأسنان، ولا من الاتنين؟ لو من الأسنان بس، يعني لو أنا عندي العظم الفك العلوي مستواه مظبوط والفك السفلي مستواه مظبوط، ولكن الأسنان هي اللي فيها مشكلة، أي يعني ساعة لما كان عندي أسنان أو قبل مرحلة الخلع كانت أسناني هي اللي طالعة بره، فبالتالي أو أسنان الفك السفلي هي اللي طالعة بره، لكن مستوى الفك اللي فوق ولتحت مظبوطين، لا، يبقى في الحالة دي الطقم هيظبط المشكلة ديت. إزاي؟ أنا لما فقدت أسناني هعمل طقم كامل او هعمل طقم جزئي امامي، فقدت اسناني الاماميه اللي هي كانت طالعه وبارزه بره، سواء الفك العلوي او السفلي، وحصل تاكل كمان في العظام، فبالتالي خلاص انا الاسنان اللي كانت فيها المشكله انا فقدتها، وهعمل طقم على العظم المظبوط، فبالتالي الطقم هيطلع سليم. ولو كان عندي كلاس 2 او سناني بارزه أو في بروز في الابتسامة، لا، ده هيختفي مع الطقم والطقم هيظبط لي المشكلة، مفيش مشكلة خالص طالما العظم مش هو اللي بارز. المشكلة التانية إن بيبقى العظم نفسه بارز والأسنان كمان بارزة، يعني بنسميه كلاس 2 بسبب بروز العظم وبروز الأسنان، أو كلاس 3 كده هو بسبب بروز العظم وبروز الأسنان كمان لبره. في الحالة ديت بعد فقدان الأسنان اللي كانت السبب مع العظم، لما الأسنان فقدناها يبقى كده مشكلة من الاتنين الحلو، يعني كده الأسنان فقدناها يتبقى بس مشكلة العظم اللي بارز، فبالتالي لما هيجي الطقم هيعالج المشكلة شوي على أساس إن العظم بارز، هيبقى الطقم برضو فيه بروز، ولكن أسنان الطقم بقى مش هتبقى بارزة قوي زي ما كانت في الأول، لأن كانت مشكلة مزدوجة العظم والأسنان. فقدنا الأسنان، الطقم ممكن يعالج المشكلة دي ورصة الأسنان تبقى مظبوطة، لكن مشكلة العظم هتفضل برضو في بروز بسيط نتيجة لبروز عظم الجمجمة نفسه أو عظم الفك نفسه. يتبقى المشكلة الثالثة. المشكلة الثالثة إن لو الأسنان كانت مظبوطة، أسنان الفك العلوي والسفلي عندي قبل ما أفقد أسناني كانت مظبوطة، والمشكلة كلية جاية من العظم، يعني عظم الجمجمة بالفك العلوي في بروز في العظم، أو الفك السفلي متقدم أو في بروز في الفك السفلي، يبقى في الحالة دي الطقم مش هيعالج المشكلة، الطقم هياخد نفس طبعة الأسنان ونفس طبعة العظم، نفس طبعة العظم اللي موجود هيتركب عليه الطقم. طيب، في ناس بيقولوا يا دكتور، طب ما احنا ممكن نرفع شوية من الجزء اللثوي بتاع الطقم، نرفعه شوية على أساس إن ما يبقاش فيه بروز جامد، لأن هو العظم بارز وكمان اللثة بتاعة الطقم الأكريل بتبرز زيادة، بيبقى فيها ليها سمك وتخانة، فالموضوع بيزيد. للأسف ما نقدرش نرفع الأكريل قوي، لأن لو رفعنا الأكريل قوي هيضعف وهيبتدي السمك بتاعه يقل جدا ويتكسر، مش هيستحمل المضغ، مش هيستحمل العض، مش هيستحمل على المدى الطويل، وهنشتكي بعد كده إن العظم فيه كسور وشروخ، والعظم والطقم مش قوي، وكل شوية يتكسر ونلحمه، واللحام كتير مرة في مرة ندخل في مشاكل الطقم، كسور الطقم المتكررة.
فإحنا دلوقتي قدرنا نفرق إمتى الطقم ممكن يعالج الموضوع شوية، وإمتى يعالجه خالص، وإمتى ما يعالجوش تماما ويفضل المشكلة قائمة. ده معتمد على إيه؟ معتمد إن المشكلة كانت البروز كان عظم، ولا عظم وأسنان، ولا أسنان بس. كمان في ناس بتسألني سؤال برضو شهير، يا دكتور أنا كان عندي، ده بعيدا بقى عن مشاكل العظم والأسنان، في ناس دايما يقولوا يا دكتور أنا كان عندي فلجة في أسناني زمان قبل الطقم، ينفع الطقم يتعمل له فلجة؟ أنا عايز فلجة تانية، الدكتور عمل لي الطقم من غير الفلجة وأنا كنت متعود على أسناني بالفلجة. مفيش مشكلة خالص، ممكن الدكتور يعمل لك فلجة بطريقة بسيطة جدا، بزي حفار رفيع، إبرة رفيعة كده بيفتح ما بين السنتين الأماميين وبينعمهم وبيلمعهم وبيجهولك، مفيش مشكلة خالص. أو لو تقدر تقوله في مرحلة عمل الطقم وخطوات عمل الطقم مفيش مشكلة، ممكن برضو يعملهولك قبل ما تستلمه في البروفا. سؤال تاني برضو اتسألته، في ناس بيقولوا ان هم قبل فقدان الطقم برضو يعني كان عندهم السنتين دول اللي هم الانسايزرز دول راكبين على دول، فهم عايزين نفس المنظر او نفس الشكل. دي بسيطة خالص برضو، بتخبر الطبيب برضو قبل عملية اخذ المقاسات وتقول له يا دكتور انا كانت شكل اسناني، لو عندك صورة قديمة بتوريها له وممكن ينفذها لك، مفيش مشكلة خالص. طب ليه انا بتكلم على ديت؟ لان دي اللي هي السنتين دول، لما يكونوا راكبين على السنتين دول بيسموها كلاس 2 من نوع مختلف شوية، وبيسموه the most beautiful smile، يعني الناس اللي عندها الموضوع دوت اللي هما السنتين دول راكبين على السنتين دول بيصنفوها ان هي يعني من ضمن اجمل ابتسامات، ففي ناس بتبقى عايزة تحتفظ بيها. يمكن الثقافة دي منتشرة بره اكتر لان هم عارفين الموضوع دوت، او في البلاد الاوروبية او في امريكا يعني شوية فاهمين الموضوع دوت، هي بتبقى من أجمل الابتسامات لما يكونوا السنتين دول راكبين شوية على السنتين الانسايزرز اللي في النص، ففي ناس بتحب تحتفظ بيها. فمفيش مانع إنك تقول للطبيب لو هو طبيب يعني متفهم قوي ممكن ينفذها لك. دول تقريبا الأربع أسئلة اللي أنا اتسألتهم خلال الأسبوع اللي فات. برحب باستشاراتكم واستفساراتكم الطبية، اللي عنده أي سؤال بجاوب عليه دايركت على طول، وبحاول أعمل عنه حلقة علشان تعم الاستفادة للكل. يعني أنا اتضح لي إن في ناس كتير بتسأل على موضوع بروز الفك العلوي، أنا جاوبت عنه وعملت حلقة، فبالتالي لو حد عنده أي سؤال أو أي استشارة طبية يا ريت يكتبها في التعليقات أنتبه ليها. مش هطول عليكم، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو ومشاركته. مش هطول عليكم، تمنياتي بدوام الصحة والعافية للجميع، وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. تحياتي.